السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة المشطحة. مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بأحسن الأحوال إن شاء الله. بما أن عيد الفطر على الأبواب، كنا علاش لا ما نشاركوش معكم هذه الحليوة؟ الصراحة اللي كتجي زوينة وسهلة بزاف، كما كتشوفوا معنا في المنظر ديالها كتجي راقية، وحتى المقادير ديالها بسيطة بزاف، متوفرين في أي بيت. ولا عجبكم الفيديو متنساوناش من لايك ديالكم تبارطاجيو مع الأهل والأحباب. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بألف خير ان شاء الله. اليوم البنات بغيت نشارك معكم هاد الحلوه هادي اللي يقولوا لها حلوه ديال المغرفه. بسم الله على بركه الله. دابا غادي نبدا في التخليط ديال الحلوه. تنبدا بقبيصه ديال الملح هي الاولى. هاد الزبده البنات راه شريانا ديال نص كيلو، قسمها دايره ربعه. تنضيف عليها سنيده، تقابل ما متمش هادي سنيده، جوج كيسان ديال سنيده. الاغلبيه البنات تيبغيو العبار بالكيسان. تنخلط هاد السنيده مع الزبده، تنبقى نحك فيها مزيان على هاد الشكل هذا. حتى ديك الحبيبات ديال سنيده ما يبقاوش. تلا تخلط لي مزيان، تنبقى على هاد الطريقه، نبقى ندمجها هكا مزيان. يعني حلوه سهله بزاف للمبتدئين، انهم ممكن يديروها سهله، والمقادير ديالها موجودين في اي بيت، وتتعطي سميتو تعطي الحلوه ديالها كثيره. تنضيف عليهم ثلاثة البيضات، تنضيف قشر حامضة محكوكة، هذيك مكونات اللي حطيتي خصهم يخدموا مزيان باليد. ها تنخدم مزيان باليد، تخلطوا لي العناصر كل مزيان. تنضيف عليه مزلافه صغيره ديال الزيت، تقريبا جوج كيسان ديال العنبه في الزيت. عندي كاس ديال الكوك مطحون. ميمكنش لي ما نضيفوه بلا طحين؟ لا ضروري خصهم يطحنوه. تنخلطوا هاد المقادير مزيان البنات، دابا نضيفو الطحينة البنات بالتدريج، نضيف غير شويه بشويه. وانا تنخلط تقريبا المهم ديال الطحين، عندي 8 كيلو وربع ديال الطحين. ما تضيفيه شويه بشويه، عيني في ميزان. نضيف غير شويه بشويه، ترجمة
تنبقى تنجمع في العجينة البنات ونزيد الطحين. تنزيد شوية بشوية. قصة ماما تجي خفيفة العجينة ولا قاسحة؟ ما تجيناش خفيفة بزاف، ما تجيناش قاسحة بزاف، بين وبين. رمتا بالكاشه البنات غتندي يدي فيها وتنجيب باش ما تجينيش مدلوكه. هذا هو القوام ديال العجينه البنات. دابا غادي نغطيها بلاستيك غذائي. وما تبداي تخدميها دابا دام تترتاح هذه؟ لا ما تترتاحش، تنولي نخدمها ديك الساعات. ماما اش دايره في الطبسيل؟ نص كاس ديال الكوك ونص كاس ديال سنيده تنديرهم في الطبسيل هكا. هذا هو الطابع ديال المغرفة البنات، وهذا الطابع، هذا هو اللي تقولوا الطابع المغرفة. ترش شوية ديال سنيدة وشوية الكوك، ترش وتنخوي الطابع، ما تنخليش فيه ديك سنيدة. تندير كويرة ديال العجينة وتنحاول نقادة نيشان، تنخليهاش زايدة من الجانب ديالها. انتوما البنات نقاد مزيان من الحشية ديالها وهكا البنات. راه العجينه اللي عندنا تجي مقاده مع الطابع، تجي مقاده وهكا تتعطيك الحبه قد ختها، ما تتعطيكش الحبات متفاوتين. الحلوه سهله ماما بزاف، ما فيهاش المقادير بزاف، حتى الطريقه ديالها مبسطه سهله. انتما البنات راه تجي مقاده تتقدى بيدك. بلاتي نكملوا انا وماما هاد الكميه اللي عندنا ونرجعوا معاكم. انا كملت انا وماما الكميه ديال العجينه اللي عندنا كامله. غير هي البنات الحلوه ما خصكم تخشيوها ديك الساعه في الفران، خصها تشد الشكل ديالها عاد ممكن انكم تطيبوها. دابا ماما ندوز باش نزينوا الحلوه ديالنا. نجيبو قرعه ديال الكوفيتير، هاد الكوفيتير الخفيف هذا البنات ديال المشمش. عندي جوج معالق ديال سنيده، عندي هاد النكهه هادي ديال الفرومبواز. صراحه البنات هاد الفرومبواز كيجي تعطيها واحد المذاق خطير بزاف. انخويا البنات هاد الكوفيتير، كديرش ماما القرعه كامله؟ لا تنخلي فيها شويه، تنضيف لها جوج معالق ديال السنيده. وتندير لها شويه من هاد النكهه ديال الفلومبواز البنات، تندير لها غير راس ديال المعلقه. الا درتو بزاف راه تيعطي اللون، تندير راس ديال المعلقه. هانتوما البنات صافي، وغادي نردها فوق البوطات طبخ لي شويه. ملي تنديرها الطريقه البنات ما تيسيحليش الكوفيتير، وملي تنديرو فوق الحلوه تيجمد. هذه هي الطريقه البنات اللي تتجمد الكوفيتير فوق الحلوه، ما تتخليش يسيح نهائيا. دابا ماما حتى اللون ديال الكوفيتير يتبدل، اللون ديال الكوفيتير تيتبدل، المذاق كيجي زوين. دابا ندير الكسرون فوق النار البنات وتنقاس العافيه.
حتى نخليه يطبخ مزيان. نزيدو شويه ديال الفرومبواز، الراس ديال المعلقه، هذا هو اللون اللي بغيت انا البنات يخرج ليها، هو هذا الكوفيتير. تنديرو العافيه مهيله وتنخليه يطبخ مزيان البنات. هذه هي الطريقه باش ما تخليش الكوفيتير يسيح فوق الحلوه. انتما البنات الحلوه ديالنا وجدت، شحال عطاتك تقريبا ماما تما من حبه؟ تعطاتني تقريبا 100 حبه. عندي الكوفيتير في هذه القريعه هذه، باش كتجيك سهله في الخدمه. تجيني سهله في الخدمه حتى كيبرد عاد كديري تما. حتى يبرد شويه وعاد تنبدا نديرو تما. هانتوما البنات تجي على هذا الشكل هذا. شوفوا كما كتشوفوا معنا الحلوه ديالنا كتجي زوينه بزاف، وحتى في المذاق ديالها مع الكوفيتير مع داك الفرومبواز كيعطيها واحد النكهه خاصه. المهم حنا نستمروا البنات بهذه الطريقه انا وماما حتى نكملوا ونرجعوا معاكم. هانتوما البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا ديال المغرفه. الصراحه كتجي زوينه، لاحظتوا حتى الكوفيتير ديالها وهم كيسيح ما والو. كنتمنى تنال اعجابكم وتجربوها بالصحه والراحه.